السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول دولة عربية تسجل ثلاث إصابات بجدري القرود سجلت المغرب يوم الاثنين أول ثلاث حالات إصابة بفيروس جدري القرود لتكون بذلك هي أول دولة عربية تسجل إصابة بهذا الفيروس وقال مسؤول عمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة المغربية في تصريح للصحفيين أنه تم تسجيل ثلاث حالات اصابه بجدري القرود مضيفا ان الحالات المصابه في صحه جيده وتخضع للمراقبه تحت اشراف اطباء متخصصين وفي سياق متصل اعلنت وكاله الامن الصحي في المملكه المتحده تسجيل 36 اصابه جديده بفيروس جدري القرود في بريطانيا مشير إلى أنه إجمالي حالات الإصابة بفيروس جدري القرود في بريطانيا ارتفع ليسجل 56 حالة مؤكدة منذ 7 مايو، ومن جانبها وصفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا هذا الفيروس علي أنه عدوى نادرة تنتشر بشكل أساسي عن طريق الحيوانات البرية في أجزاء من غرب أو وسط أفريقيا وجدير بالذكر أن جدري القرود فيروس يسبب أعراض الحمى وكذلك يسبب طفح جلدي عادة ما يكون خفيف على الرغم من وجود سلالتين رئيسيتين سلالة الكونغو وهي أكثر شدة مع نسبة وفيات تصل إلى عشرة في المئة وسلالة غرب افريقيا التي لديها معدل وفيات نحو واحد في الميه شكرا ودمتم بصحه وعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته